بص معايا، بناخد مع بعض النهارده ازاي نعبر عن السنجلر او المفرد باستخدام البيرسونال بروناونز اللي هي الضمائر الشخصيه مع فيرب تو بي. تعال نشوف الاول احنا عندنا في الانجليش ايه هي البيرسونال بروناونز او ايه هي الضمائر الشخصيه اللي بتعبر عن السنجلر. عندنا ثلاثه، ايه هما؟ عندنا هي شي and it. Repeat after me. He, she, it. Again. He, she, it. Again. He, she, it. He معناها هو. يبقى بتيجي مع السنجلر male، يعني مع المفرد المذكر. Singular. Singular. He, هو. He, هو. He, هو. She معناها هي، بتيجي مع singular female يعني المفرد بس لما يكون بنوتة المؤنث. she هي، she هي، she هي، he she، he she، he she، هو هي، he she، he she. أما بقى it فهي معناها هو أو هي، يعني بتيجي مع الاثنين بس بشرط يكون الشيء اللي انا بتكلم عنه ده غير عاقل، يعني unthinking، يعني ممكن يبقى living حياتي، شيء حي زي التري، زي اي بلانت، زي اي animal، يعني ممكن يبقى حيوان او نبات. مش الحيوان والنبات دول بيعيشوا وبيتنفسوا صح؟ مش هم grow breathe بيتنفسوا صح، وكمان بينمو grow وeat بياكلوا صح، ودرينك بيشربوا صح، يعني بيعملوا كل الفيربس دي. لكن ممكن ان الشيء ده يبقى كائن حي بس اهم حاجه يكون ما عندوش ايه عقل. يعني ممكن اقول it على التشير على الكرسي، وممكن اقول it على الهورس على الحصان، تمام، بس ما ينفعش ابدا اقول it على اي انسان حتى لو كان بيبي. اوكي اوكي، يبقى تاني البيرسونال بروناونز او السنجلر بيرسونال بروناونز عندي في الانجليش هما هي شي وات، دول اللي مفرد صرف. اوكي، دول اللي مفرد صرف يعني ما لهمش اي معنى تاني. هي هو، شي هي، اما ات بتيجي مع الايه؟ مع السنجلر، سواء هي او شي يعني ولد او بنت، بس لازم يكون ايه؟ ان ثينكينج، يعني غير عاقل. تمام تمام. طيب انا عندي حاجه اسمها verb to be اللي احنا خدناها قبل كده واحنا بنعبر بس الجمله بتاعه it is، فاكرين؟ مش احنا خدنا ازاي نعبر عن المفرد الغير عاقل عن الاشياء، وتعلمنا ان احنا نقول it is a or it is an، وقعدنا كمان الاختصار بتاعها وقلنا it is a bee، it is an ox، it is a buffalo. It's an ant. It's a duck. It's a bear. وهكذا. تمام؟ تمام؟ اوكي؟ خدنا كل ده. سوري انا اصلا قلت بير وهي المفروض بير. اوكي؟ اللي بيجي مع هي وشي زي اللي كان بيجي مع ات بالظبط. مين هو بقى الفيرب تو بي؟ هو كلمه او فيرب صغنون كده قوي وجميل اسمه از. اسمه ايه؟ از. والاختصار بتاعه apostrophe s، والاختصار بتاعه apostrophe s، والاختصار بتاعه apostrophe s، وبعد كده اكون جملتي خالص عادي واقوم حاطه في الاخر full stop، واقوم حاطه في الاخر ايه؟ full stop. يبقى انا لو عايزه اتكلم عن ابراهيم واقول ده هو ابراهيم هقول ايه؟ he is ابراهيم. عايزه اقول هي بتكون سلمى، she is سلمى. عايزه اقول ده بيكون كرسي، it is a chair، it is a chair singular. عايزه اقول ده بيكون عصومي، excellent excellent he is عصومي. اوكي، عايزه اقول هي بتكون منا، ها انا سمعت حد قال هي، ها she is. بصوا منا غلطت وقالت ايه؟ قالت منا. هو انا البروبر نيم او الاسماء بتاعه البني ادمين يعني واسماء العالم اقدر اقول قبلها ايه؟ يعني منايه واحده؟
شيماءية واحدة؟ لا طبعا هي منا بس من غير آ ولا آن ولا ذا. أوكي؟ كمان الام مش حرف. أوكي؟ أوكي. يبقى شي إز منا. هي إز عصومي. إت إز أ تشير. أوكي؟ أوكي؟ أوكي.